الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويموتون في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صمم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصاعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أذنب عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضتها فما فوقها. وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين. الذين يعقدون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويسودون في النار أولئك هم الخاسرون. كيف تكرون بالله وكم أمات حياكم ثم يكملكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها
إن كونه صادقا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ كنا للملائكة سجود آدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها غرفة حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة وتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها وأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم لربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني إسرائيل الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنتم تصلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لقربين وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع منها شفعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذكم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفوناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إذ أخذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقدروا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثاكم من بعد ما تكون لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا خدة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المسلمين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له وأنزل على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى بقومه وقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تسرفوا في الأرض مسلمين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة
ذلك بأنه كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت وكنا لهم كورا ذات الخاسرين وجعلناها نكالا لما بين يدي وما خلفها وموعظة للمتقين وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تدعوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إن مكرة لا فريد ولا بكر عوان بين ذلك وفرما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن مكرة صفراء فاكرون هذا سر النادرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن المكرة شاب علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إن بقرة لا دلول تسير أرضا ولا تسكن أرض وسلمة نشأت فيها قالوا أنا نجيت بالحق فذبحوا وما كادوا يفنون وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه في بعضها كذلك يكفي له ما تغيركم آياته لعلكم تذكرون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعده عقلا وهم يعلمون وإذا من بعد عقله وهم يعلمون من بعد ما أقروا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى وإذا قال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله لكم يحاجكم به عند ربكم هم تذكرون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا من هي وإنه إلا يظنون وويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله يشترون به ثمنا قليلا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما قدمت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقولوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحدث به خطيئته وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإن الله إلا بالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلى قرين منكم وأنتم مؤمنون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقكم منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يدكم شر تواتوهم وحرمون عليكم يخرجهم أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغفور أما تأمرون أولئك الذين شروا الحياة الدنيا من آخرة ولا يخفف عنهم الأدب ولا هم ينظرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد من رسل وآتينا عيسى ابن مريم البينة وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم
وفريقهم غتن وفريقهم تكبرون وقولوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكفر وكرهنا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم مصدقا لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا جاءهم عرف كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفرون بما انزل الله بغيا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما وراءه ولهم تكفرون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالمجد إن تسمت أخذكم العجل من بعد وأرض ضنيون ثم عفوناكم من بعد وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم من قوة واذكروا فيه لعلكم تتقون وابتقوا واسمعوا قالوا سمعنا وأطعنا وشربوا فيكم ونزلنا بكفرهم كل بسماع يمركم إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إيه كان السكم دار آخر دعا عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا موتا إن كونوا صادقا ولن يتمنوا أبدا بما قدم سيدهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزازه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن مصادقا لما بين يديه وصدق لما بين يديه وهدوهم بشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال وإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون فلما جاءهم رسول من عندنا مصدق لما معهم مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الله مصدق لما نبدا فريق من الذين اوتوا الكتاب كتابا وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلم من احد حتى يكون انما نحو يسندون التقوى ويتعلمون منهم ما يفرقون به بالنار والزنجير وما هم بضار نبي من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يدرون أيهم فرق عنه ولا من شرهم ولا من أخرج من خلاق ولا بسهم أشروا بأنفسهم ولو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل لكم خير من ربكم والله يخلص من رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آياتنا ونوصيها نتم خير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ما دام تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يقضي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسهم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقولوا لا يدخلن الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسرون الكتاب كذلك قال الذين من قبل مثل قريم والله كذلك قال الذين ينمون مثل قريم فالله يكون بينهم الكيمة ولكنهم لمن آمن به أن تعلمون يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن الله ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلى قائفين لو في الدنيا خيجوا وذو في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما طول وثم وجه الله إن الله سوى عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض قلوا له
قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم سقنهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من أهواءهم بعد الذي ما جاءك من جاءك من العلم لك من الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسأل الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما الذين آتينهم الكتاب يسرون حق وتلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنشفع ولهم ينصرون ولا تموت شفعا ولهم ينصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فتمهن قال اني جعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذ جعلنا بيتا مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمته قنينا ثم أنذره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه لمن وإنه في الآخرة من الخاسرين لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إلا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فيا كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضوها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فإنه الحق من ربك فما الله بغافل عما تعملون فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسمع عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات والأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله يلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم أعمالهم حسرات عليهم أما هم خالدين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة
الذين كذبوا العذاب بالمغفرة فما أشركم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القصة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فاشا بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الرسالة ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ما هداكم ولعلكم تشكرون فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن علم الله أنكم ستذكرونهن أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله للناس لعلهم يتقون فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقوا وأتوا البيوت من أبوابها فاتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن أعطوه فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن أعطوه فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي محلة فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فاذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فمن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فمن الناس من يعذب وقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فاسبه جهنم ولبئس المهاد فمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فهم رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب قل للذين زين للذين كفروا الحياة الدنيا يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وبشيرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فضمده الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهدي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام يخرج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لكم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساء نساؤكم حرث لكم فنساؤكم حرث لكم فأذنوا وقدموا لأنفسكم ما اتقوا الله اعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وسيلة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث ما اتقوا الله اعلموا أن الله مع المتقين فاتقوا الله اعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إلا أي شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فينطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فينطلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعددوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا فاذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا نعمة الله فاذكروا الله نعمة عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به فاتقوا الله اعلموا أن الله بكل شيء عليم فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا كلف نفسا إلا وسعها لا تدور والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا واعلموا أن الله بما تعملون بشر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف وانظروا بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء إذا كننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله مع المتقين فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله شديد واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقدر قدره متاعا بالمعروف حق على المتقين كذلك كالحق على المحسنين كذلك يبين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بشر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم لعلكم تتقون ألم ترون ألم تروا إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم انظروا موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبضه ويبسط وإليه ترجعون ألم تروا إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله
الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقتلوا قالوا ما لنا ألا نقتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم دون ذلك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اشتفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال يطيع ملكه من يشاء الله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فانشنا طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا والذين آمنوا معه قالوا لا تقدنا لهم بجلود وجلود قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قال ربنا افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاهم داود الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلها عليك بالحق فإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتدم من بعد ما جاءت ولكن حضرهم ما كفر ولو شاء الله ما اقتدم ولكن فهم ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يتم النبع والخد والشفاعة والكافر والظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين فمن يقول قُلْ مِنْ طَوْلِ مِنْ اللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَرَ مُسَقَالًا فِي السَّمَنَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون ألم تر الذي حج إبراهيم في ربه آتاه الملك إذ قال إبراهيم الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها المغرب فانكفر وأولئك قوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وخمد على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فما توضع عذاب ثم بعث قال قم لبيت قال لبيت يوما أو بعض يوم قال بل لبيت مطعاما فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى عظامك فنمسح شم رأسها لحما فلما تبعه قال من الله كل شيء قدير وإن قال إبراهيم ربي أرني كيف تفهم عودا قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يرزق من يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالوا معروف امرأة خير من صدقة يسبقها أذى والله ولي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وبل فأتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا وهم يهدون قوم الكافرين فمثل الذين ينفقون أمرهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وبل فأتت أكلها ضعفين
فإن لم سبها بينه فطن وأظل ما تعملون بشير أيبت هاتم أن تقول له جنة من نخيل وعناب تجري من الغور له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله دور ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين لكم من آيات أنكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ثم يأخذي إلا أن تمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان والفقر يأمركم بالفحشاء والله يدعوكم مغفرة من وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فما يذكر إلا أولو الألباب فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وما تعملون خبير ليس عليك هدى ولكن الله لمن يشاء وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فإنكم أنتم لا تظلمون للفقراء الذين أُسروا في سبيل يستطيعون ضربا في الأرض يحسبون جميع الأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس نحافا وما تنفقوا من خير فإنه بعليم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عريض ربهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشياطين من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا قال الله لهم الربا ومن جاءه موعظه من فقده فله ما سلف وأمره إلى الله فمن عاد فهناك الصبر فيها خالدون يمحق الله الربا بالصدقات الله كل كفار أثيم إن الذين آمنوا من الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول يمحق الله الربا بالصدقات والظالم بكل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الرسول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تدينون تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيركم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم العدل فلا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه فليكتب وليبلغ الذي حق اتق الله ربه ولا تظلموا شيئا فإن كان الذي حق سافرا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليبلغ ولي بالعدل وستجدوا الشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلهما وامرأتان من ترضى من الشهداء أن تدل أحدهما من أخرى ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا فلا تسأموا أن تبوسوا بر أكبر إلى أجله ذلكم أقسط عند الله قوم للشهادة وأدنى تنبو إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليسكم على أن تبوها وأشهدوا إذا تمعتم ولا يضار قادم ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه سوق بكم واتقوا الله وإن يعلمكم الله وهو بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر تجوا قادم فرهان مقبول فإن أمن بعضهم بعضهم فليؤدي الذي تكون له العقوبة ولا تكتم الشهادة فيكتمها فإنه أهل قلبه والله ما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسهم أو تخفوه فيحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا الحي القيوم نسألك من حق سنة كل ما بين يديه سنة التوراة الإنجيل من قبل الناس الفرقان إن الذين كفروا بآياتنا وعذاب شديد وهو عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى على الشيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يسر الأرحام كيف يشاء لا إله إلا عزيز حكيم هو الذي أنزل الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب والخمس الشافيات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون شر ربهم ومصدقون بمعنى فما يأمر بينه إلا الله والرسول يقول آمنا به كل من عند ربنا إنا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس لما ارتب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تنفع أموالهم ولا أرضهم شيئا وأولئك مقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم ذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب قل للذين كفروا استغفروا تحشرون جهنم وبئس المهاد قد لكم آية في فئة قضى فئة تقابل في سبيل أخرى كافرة يهبط من عين والله أيد من من يشاء إن في تغيب ردن الأبصار زين نزيق بالشهوات من النساء والقناطير مقوض في الدعاء والفضاء خل مسواد وأن الحرص ذلك مدن حياة الدنيا وغضاء النوس المعاب قل أو نبيكم بخير من ذلكم للذي اتقوا عند الجنات تجري من تغفر فيها وأسوات مطهرة ورضوان من الله والله سيرم بالعباد الذين يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرون الصادقون القانتون المنفقين من السحر شهد الله أنه لا إله إلا هو المنافقون القائمون بالقسط لا إله إلا العزيز الحكيم إن الدين عندهم الإسلام فبحضر فريد أوتوا الكتاب بعضي ما جاءت مبين وهم بينكم فدول الذين آمنوا واختلفوا في حق بإذنه وأولاد من يشاء لصراط مستقيم أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ما تدخل من قبلكم مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الله أن الله نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألكم ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين القربين وأولاد المساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم نقيتنكم وعسى أن تقروا شيئا خيرنكم وعسى أن تحبوا شيئا وشرنكم وأغضى يرمعتم لا تعلمون والوالدات رضينا والوالدات رضين أولادهن حولين كاملين معرضيت مرضاعة وعلى المولود له رزقهن بالمعروف لا تقل نفس إلا وسعها لا تضار ولد بلده ولا مولود له بلده ولا بيته ذلك فإن أراد فيهم نشور ولا جناح عليهما وَلِلَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ يَتُوذِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَسْمُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَسْمُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَسْمُكَ مَنْ تَشَاءُ وَبِهِمْ خَيْرِ إِنَّكَ لَكُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّارِ وَالنَّارُ بِاللَّيْلِ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمِنَ الْحَيِّ وَتُرْسِلُ مَنْ تَشَاءُ بِلَا حِسَابٍ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُ كَافِرِينَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْ تُقَاةٍ وَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ إِلَى أَفْضَلِ مَصِيرٍ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يوم تجد رمس ما أرس من خير مختر وما سمين سوء تود لو أن بينه من أم بعيد فيحذر رمس وظروف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون بكم لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإنه ظالم من مفسدين فإن الله يحب الكافرين إن
إن الله اصطفى آدم وحواء إبراهيم أنا عمران عم عالمين ذرية بعض من بعض والله سميع عليم. إن قالت امرأة عمران رب إني نادرك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله وضعتها ولتذكر الأنثى وإني سمتها مريم إن أعيذك بك بعد من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبل عسل فأمتها فتحسن وكفارك سكريا كلما دخل عسل محرب وجد عندها رزقا قال يا مقر هذا قال سوى من عند الله إن الله سكما يشاء بيرى حساب هنالك دعا سكري ربه قال ربي هب لي من لدن قدرة تنفذ الإسلام إنك سميع الدعاء. فنادت المناهي وقم السنة في المحراب أن الله تشك بيحيى مسلم قم بكلمة من الله من الله سيد وحصوره ونبيا من الصالحين. قال ربي أن يكون ولد ولم سيد بشر قال كذلك قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومتأخر قال كذلك فعل ما يشاء. قال ربي أني آية قال آية غلط منها ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر فكثير واستقي بالعشر المكر وإن قالت المنافق اليوم إن الله اصطفاك وطهر استوانا نسائل العالمين. يا مريم اقنطي ربي واسجدي واركعي مع الراقين ذلك من أنباء الوحي نوحيه إلي فما كنتم تعلمون إذ يكن أقنهم أيهم يقول مريم فما كنت لدي يختصمون. إن قلت الملائكة مريم إن الله يبشرك بقرات منه اسمه المسيح وإب عيسى بن مريم مديحا في الدنيا ويخد مقربين ويكلم الناس في المهد وكهل من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي ولد مشي بشر قال كذلك الله يحكم ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون ويعلمه الكتاب الحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلقتكم من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيكون فيه فيكون طيرًا بإذن الله فأبرئ الأكمه والأبرص والخدمات بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تشربون في بيوتكم إن في ذلك لتبلوكم إن كنتم مؤمنين ومن يصدق لما بين يديه ويتلقكم بعض التي حرم عليكم وجدكم بأتم ربي فاتقون إن الله ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما حس عيسى منهم الكفر منصوري إلى الله قال خير أنصار آمنا بشهد أننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت وطبق رسلكم الشاهدين أما كرم قرض وخر المنكرين. إن قال الله عيسى إني متوفيك ورسولك إلي متوفيكم الذين كفروا وجاء الله مقركم يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فقد عذابا شديدا في الدنيا الآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا الصالحات وقاموا الصلاة فيوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله والله يحب الظالمين. ولما خص الله ذلك نصرهم عليك من آذي وتك حكيم. إن مثل عيسى عند ربك مثل آدم خلقه من تراب ثم قلم فيقول الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من عمل فقلت أبناء وبناكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم رتل فجعلنا عطونا كذابين. إن هذا القصر الحق فما من إله إلا الله فإنه العزيز الحكيم. فإن ضل فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم ألا نعبد إلا الله لا شرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم ولم تحاجون فيما لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. إن أولى الناس إبراهيم الذين توادل آمنوا والذين آمنوا وتتطائفة من أهل الكتاب لو دينكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا
وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ يا أهل الكتاب لما تقرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تمسون الحق بالباطل وأنتم حق وأنتم تعلمون وقول الطائفة من أهل الكتاب لو دينكم آمنوا بما آمنوا بما أنزل آمنوا بما أنزل على الذين آمنوا وجه النفر آخرهم لعلهم يهتدون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأخذ من قنطر يده إليك ومنهم من إن ترمي بالنار لديه لم تمتني قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون أن الله لكذبهم يعلمون ما كان فلا من أوفى بعهده واتقوا فإن الله يحب المتقين إن الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ويستقيهم ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا الفقر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلالا بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة واتلوها إن كنتم صادقين قل ستقوم قد تفعوا من إبراهيم حنيفا هما قبل المشركين إن أول بيت وهدى للناس الذي بكته فارق هدى للعالمين فيه آيات بينة مقام إبراهيم ما دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وشهدوا على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تفهونه وجمعتم الشهداء ومن في غافلين عما تعملون يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تقولون أنتم تتلى عليكم آيات وفيكم رسوله فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا في حبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصلحتم من نعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فيبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولا تكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولكن تعفوا عنهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اشتقت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وتوبوا الأذى بما كنتم تكفرون وأما الذين اشتقت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آياتهم ونتلوها عليك بالحق وما يريد ظلما العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض لهم وترجع الأمور كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون في المعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون في الله ولآمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل منهم وحبل من الناس فاؤوا بها من أغطر فتاليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يقرون في آيات الله ويقتلون النبيين في غير الحق ويقتلون الأنبياء في غير
بالحق ذلك بما أسوا كانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة تتلون آيات الله آناء لهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين ومن يفعل من خير فلن يكفروه وهم عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل رمي فيها سير أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطونة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ما قد تتلهتم فهم ما تخفي صدورهم أكبر وتبين لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون في الكتاب كله إذا لقوكم قالوا آمنوا تخلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إنه عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوه وإن تصبكم حسنة يفرح بها وإن تصبروا تتقوا لا يتركم خيركم شيئا إنه بما يعملون محيط إذ هدوت من أهلك تطوئ المقائد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليها وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أنصركم في الله وأنتم الله فاتقوا لعلكم تشكرون اتقوا المؤمنين أن يكفيكم أيوم اتقوا ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فلا إن تشكروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ويحبطهم وينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعاتبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يأمر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للمتقين واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ العافين عن الناس وهم يحبون المحسنين والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس هدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرحهم وقد مسلقهم قرحهم مثله وتلك الأمثال نتربها للناس والله يعلم وأنتم للناس والله يمسسكم قرحهم وقد مسلقهم قرحهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا وقد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر شيئا
لا يضره شيئا وسجد الله الشاكرين وما كان عبس أن تموت إلا في إذن الله كتاب مؤجلا ومن يرد ساف الدنيا نؤتي منها ومن يرد ساف الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل ربيون كثير فما وهنوا لما صبروا في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا وهم يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب في الاخره وهم يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا ردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار حبيس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا بشرتم تنازعتم الأمر شئتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين etos itu na wala talafun ala hadu warra sulit ukum ikhrakum masafakum hamma mihum milaka la tahsanu ala ma fatakum ala ma asabakum wa allahu khabirum bima ta'malun walimahsan ثم أنزل عليكم من بعد الهم نتنوا سيهشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم إلا أنفسهم يتنون إلا بالله ثم أنزل عليكم من بعد الهم نتنوا سيهشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أنفسهم يتنون في الله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يفتون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى متاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشياطين فأتوا ما كسبوا ولقد عفا عنهم إنه غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقال إخوانهم إذا تربوا في الأرض وقالوا سلوا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك كسرة في قلوبهم وهم يحيي ويميت وَهُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمَّا مَحْضَرَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَسْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَيَنَالُنَّ شَرًّا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَا تَنقُصُوا الْقَوْلَ لَنَفَاتُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ إِنَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ يَنصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَهُ وَيَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ عِندِهِ مَا يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَلَا للمؤمنون وما كان فين أن يهل وما يهل يأتي بما هل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون أَبَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ بِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَعَسَى فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يُزَكِّيهِمْ آياته يسقيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يا من تقول الجمعان وبإذن الله ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ودفعوا قالوا لا نعلم كيف لتفهناكم هم للكفر رَبَّيْتِنَا أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُ وَالْكَفَّهُ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُبُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانِهِمْ قُعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ قَدْ رَأَوْا أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
ولا تسفن التي نقتل في سبيل الأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين فيما آتاهم الله من فضله واستبشرون في التي لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون في نعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسل من بعد ما أصابهم القهر للذين سنوا واتقوا منهم للذين سنوا منهم واتقوا أجر عظيم ولا الذين يبخسوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء ودفعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك ما شاءت يخاف عليه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يسوق لا تسرعون في القبر إن هم لا يقتلون شيئا يريدون أو أن لا يسأل لهم حتى بالآخرة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم ولا يسفن الذين يبخلون بما آتاهم الله يريدون إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرهم شيئا ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم لستات اسمه ولهم عذاب مهين ما كان أكثر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميت الخبيث من الطيب وما كان الله يتقكم على الغيب ولكنه يستبين رسله من يشاء فآمنوا في الله ورسله إن تؤمنوا تتقوا فلكم أجر عظيم ولا يسفن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خير لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا في يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض وبما تعملون بصير الله بما تعملون خبير لقد سمع الله قال لقد سمع الله قال الذين قالوا إنه فقير ونحن أهلياء سنكتب ما قالوا وقد سلهم الأنبياء في نار حق ونقول توقوا وتاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إنه أهد إلينا ألا نؤمن رسل حتى يأتينا في قربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل في البينات في التي قلتم لما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كتب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر في المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز أما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم أنفسكم تسمعون الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين شربوا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عجم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنفذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عليم ولا يحسبن
ولله ملك السماوات والأرض على كل شيء والله على كل شيء قدير. إن في اختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض الآيات إن في اختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك مدخل النار فقد أخزيتها ما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا ربنا وآتنا قياما إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل من ذكر أو أنثى فاتقوا من بعد والذين أخرجوا من دارهم وأوتوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئات لدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله وعنده حسن الثواب لا يغرن تقلف الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عنده خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن في الله وما أرسل إليهم وما أرسل إليكم وما أرسل المخاشعين يسترون في آيات الله ثمنا قليلا أولئك المسلمون عند ربهم إنه سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأطيعوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاثا ورباع من ختم ألا تعطلوا فواحدة أملقت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقولوا هنيئا مريئا ولا تقصوا فأموالكم التي جعل لكم قياما رزقوهم بها واقسطوا قولهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى يتاب لهم النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تقولوا وأسرفوا ترى أن يكفروا ومن كان هنيا فليستفق ومن كان فقيرا فليأكل في المعروف فإذا تفاتم إليهم واشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان أقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالد أقربون مما قال منه خسر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولهم قولا معروفا وليخشى الذي تركوا من خلف ذرة ضيافا خوف عليهم وليقول قولا سديدا إن الذين يقولون أموال اليتامى ظلما إنما يقولون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أوتين آباكم أبناكم لا تدهرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرب مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أوتين وإن ولهن الرب مما تركتم إن لم يكن لكم ولده فإن
لكم ولتم فلكم الرب وله النسم مما ترقتم من بعد وصيات توصون فيها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إن الله عليم حليم تلك حدود الله من يطع رسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله رسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في الفيوت حتى يتوفاهن الموت واسألهم لهن سبيلا واللتان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء في جهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم وكان عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن للذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعتلوهن تذهب بفاتما آتيتموهن إلا يأتين فحشة مبينة وعاشروهن في المعروف فإن كرهتموهن فعسى تكرهوا شيئا وتألموه به خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أبدا فعتوا لفاتي وخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنقضوا ما لك آباؤنا الناس إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي في حجوركم وأمهات نسائكم ورفائكم التي تخلتم في حجوركم من نسائكم التي تخلتم بهن فإن لم تكونوا تخلتم بهن فلا جنى عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالون سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صمدا ولا ولدا وأنه كان يقول سبيلنا على الله شهدنا وأن ظننا لن نقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون في رجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نرعب أنا كنا نقول منها بكل قيادة
سمع الآن يجمعه الشيطان والصدى وأن لن ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن من الصالحون من دون أن يكون ضراء يقوكنا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجز هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخون بأسا ولا رعقا وأن من المسلمون من القاسدون فمن أسلم هنا يتحرى رشدا ومن القاسدون فكانوا لجهنم حطبا ولن ساقهم ولا طريق تلا ساقينهم ماء غلق لنفتنهم فيه ومن يرد أن ذكر بيسر ودى باصعدا وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعو كانوا يكونون عليه نفدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لهم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه رتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو اتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهما وأرضا من لهم صدوا وذنبا أليما يوم ترجف الأرض نفا وكان الجبال كثيبا مهلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم وما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيما السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ من سبيلا إن ربك يعلم أنك نقوم عددنا من ثلثي الليل نصفه وثلثه وضائفة من الذين معك وأن يقدر الليل والنهار علم أن لم تصوه وتابع عليكم فاقروا ما تيسر القرآن علم أن سيكون منكم عرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقتلون في سبيل الله وآخرون يقتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من وقيم الصلاة والزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجعل ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذري ما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يقضوا منعزين كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقها صعودا إنه بكر قدر فقدره فقدر ثم قدره فقدر ثم نظر ثم أعمس ومسى ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سر يثر إن هذا إلا قول البشر سنقر وما أدراك ما سقر لا نقيم ولا تدر لواحة البشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عندهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليطلب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ما جئنا ذكر البشر كلا والقمر والذي إذ أدبر والسم إذا
أسفر إنها لعند القبر نادر ما شر مما شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسب رهنة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجمع سلكوا في سقر قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما توفاهم الشفاعة الشافعين فما لهم من يتنكر تمرد كأنهم هم مستغفر صبر اسمي وقد صبر بل يرين كل امرئ منهم ان يتعصب نشرة كلا بل لا يخاف الاخر كلا انه تنكر وما شاء نكر وما يذكرون الا ان يشاء الله واهل التقوى واهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع سما فلا قادر على ان اسوي بننا فليرين الإنسان يفجر ما يسأل أن يمرق بين مرق المسر وخلص مرق المرواج مع الشمس مرق المر يقول الإنسان مات أن المقرر كلا لوازر إلى ربك يومين المستقر ينبو الإنسان بما قدم أخر فللإنسان على نفسه بصيرة ولقد ما أنذر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآن فإن قرأنا فاتبع قرآنا ثم إن علينا بينا كلا من تحبون العجلة الأخرى ومجدنا أنظر إلى ربي أن أنظر ومجدنا بسر تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلت راقي وقيل من راقي وظن أن الفراق والله نساق نساق إلى ربك يوم نساق ولا سن كل سن ولكن كذب وتولى ثم ذهبنا أهلية منضوء أولا وفولة مولا وفولا أيسر الإنسان أن يرك سنة لم يكن عضو فأتى ممن يمنى ثم كان على قلنا وخلق وسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى لسنة لما قدر على أيها الموتى بسم الله الرحمن الرحيم مشمل قرينا خلقنا الإنسان من نطفة مشعل نبات فجعل سميعا بصيرا إنا هدينا سبيلنا شاكرا وإنا كفرا إنا تددنا للكافرين سلاسل وأولانا وسيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنار وخفر ومن كان شره مستعطيرا ويطعمون الطعام لحمه مسكنا ويتيما واسرا إنما نطعمكم لوجه إنا نريد جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم المنصرة بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصر في عصر الناشر والناشر فالفرقون من القوف المرقيات ذكرى عذرا أو نذرا إنما توعدون واقع فإلى النجوم الدنس من السماء خرج من الجبال نصبا در الرسل أقيلا لأي مرد يوم الفاسر وما أدرك ما ينفاسر فإن يوم الدين المكذب ألم نهلك الأول ثم المؤخر كذلك نفعل في المجرمين وإن يوم الدين المكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعل في أقر لمن نقود من غدا ما يوم الدين المكذبين ألم نولي فتن أحياء وما Gak gue bayi malah tak kini tau. Kamu lagi bayi.
انظلوا الى ما كنت منه كان من انظلوا الى اوزن الدين ثلاث شعب لا انظلون يوم من الهب ان تنشر القوس كانوا جمالة الصبر وان يوم يدد المكذبين ان المتقين في يوم تقوم الليل فيعتذرون وان يوم يدد المكذبين هذا المسجد جمعناكم الاغنى بان كانكم يدعون فكيدا وان يوم يدد المكذبين ان المتقين في ظلال وان وفواكه مما يشتهون كل ما يشرب هنيئا بما كنتم تعملون ان كذلك نجزي المسلمين وإن يوم يدل المكذبين قل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإن يوم يدل المكذبين وإذا قيل المنكر لا ينفعون وإن يوم يدل المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وجبالا وأوتادا وخلقنا لكم أزواجا وجعلنا لكم أسمدا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من السماء ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان مقدا يوم ينفخ من السماء تأتون أفواجا وفنينا السماء فكانت أبوابا وسيرنا الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت من سودا للطاغين مهبا لم يثن فيها أقوبا لا يذوقون فيها ولدا ولا شرابا إلا حميما وساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون سبا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شر سوء تابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين فازا حدائق وعنابا وكواعب أثر وكأسا دهاقا لا يسمون فيها لوا ولا كذابا جزاء من ربك عضوء حسابا رب السماوات والأرض وما بين الرحمن ما يملكون من ضبا يوم يقوم روح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أهل الرحمن وقول صوابا ذلك الحق فما شاء تخلق بسم الله الرحمن الرحيم والناشيات غرقا والناشطات نشطا والسامحة للسامحة والسامحة والمدبرات أمرا يوم ترجف راجفة تسمو الرادفة قلوب يوم الباجبة أمصرها خاشع يقولون أئنا لمردودون بالحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا انكرت خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم السائر هل أتاك أندية موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس إنهم إلى فرعون إنه فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك ربا تخشى وأراه لا يتنقل فكذب وأصوى ثم أدبر يسعى وأشرف نادى فقل أنا ربك الأعلى فأخذ هناك الأخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أنما شن وخلقنا من السماء وبناها رفع سمكها وسواها وأنضو شلنا وأخرج ضحاها والأرض فان ذلك نحاها أخرج منها ماءها ومرعها والجبال رساها متاعا لك ولأنعامك فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز الجحيم لمن يرى وأما من ضوى أثر حياة الدنيا فإن الجحيم المأوى وأما من خاف مقوم ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أي مساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرى فما شاء ذكرى في صوف مكرمة مرفوعة مظهرة بأيدي سفر كرام برر قتل إنسان ما أفرى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدرى ثم سبيل يسر ثم مات وقبر ثم إذا شاء أنشرى كلا لما يقوم بما أمرى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا بها حبا ونبا وقلبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأنبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غابرة ترهقها قدر أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإنشار أطيرت وإذا الوحوش وسرت وإذا النفوس زودت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السوء نشر وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أصلفت علمت ثم أحضرت. فلا أقسم بخنس الجبال الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس إنه لقرآن سر كريم ذي قوة عند العرش مضوع ثم فما صاحبكم مجنون ولقد رأوا في الأفق المبين وما هو على الغيب بمضون وما هم الشيطان الرجيم فإن تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل نكذبون بالدين وإن عليك لحافظين كرما كاتب يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجر في جميع صورها يوم الدين وما هم عنها من غائبين وما أدرك ما يوم الدين وما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمعطوف بين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفر وإذا كلب أواسي وخسرا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم وقل الناس رب العالمين كلا إن كتاب الفجر في سنجل فما نرد ما سنجل كتاب من قوم إلى يوم الدين المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد آثم إذا تتلى عليه آياتنا قل سنضير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ينسبون كلا إنهم عن ربهم يوم الدين لمحجوبون ثم إن أسوا النحيم نقول هذا لن يكون منه كذبون كلا إن كتاب الأبرار كلا كلا إن كتاب الأبرار في عليين وما أدرك كتاب من قوم يشهد المقربون إن الأبرار في نعيم أن نراك ينظر تعرف في وجه نظرة النعيم يسقون من رحيق مخطوم من ختام ومسك وفي ذلك قل يتنفس المتنفسون ومزاجه من تسليم أين يشرب المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ألا ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء شقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها ونخلت وأذنت ربها وحقت. يا أيها الإنسان كان ربك لحوق ملاقيه فما منتيته بيمينه فسوف يحسن سبيه يسرا وينقلب إلى أهله مسرورا وما منتيته وراء ظهره فسوف يدعو ثبرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن يخور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق ولا تنكب من ضعفك أنضمق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والذين كفروا يكذبون الله أعلم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا والصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشهيد ومشهود وقود الأسهم وخدود النار ذات المقود إن هم عليها قود وما لما يفعلون في المؤمنين شهود وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يأتوا أنظروا فالمداف جهنم ولم يدخلوا الحرق إن الذين آمنوا الصالحات الجنة تجري من تحتها الأنهار ذلك إن فضل شرمك لشديد إنه يبدو ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فاعل لمن يريد ألا تنسى أن يسجد
kipas. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين السم ترائب إنه على رجعه لقادر يوم تملى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو في الهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم رب حاسبني حسابا يسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى
أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لهب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وهشل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسهم وتخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة. Thank you.
Thank you.